انت في فيديو اليوم هنتعلم مع بعض كيفيه تغيير الوجه في الفيديو او الصور بالذكاء الاصطناعي مجانا وبدون علامه مائيه عن طريق اداه جديده مفتوحه المصدر وتعمل على جوجل كولاب تسمى روب انليشت ومن اهم مميزاتها هي القدره على تغيير او تبديل اكثر من وجه في نفس الوقت في الفيديو او الصور كمان هشرح لكم في الفيديو الاعدادات المثاليه لاداه روب للحصول على افضل النتائج الممكنه، يلا بينا نبدا الشرح، لكن قبل ما نبدا بفكركم بالاشتراك واللايك الجميل لان دعمكم بيساعدني على الاستمرار في تطوير المحتوى للافضل. اداه روب لتبديل الوجه في الفيديو والصور هي اداه مجانيه واوبن سورس وبلا حدود استخدام وبدون علامه مائيه، والنهارده هنشغلها من على جوجل كولاب، وزي ما شرحنا قبل كده كتير جوجل كولاب مش هو الأداة، جوجل كولاب هو مجرد كمبيوتر أو جهاز كمبيوتر قوي على الكلاود تقدر إنك تشغل عليه تطبيقات أوبن سورس مكتوبة بلغة البايثون ولغة البايثون ممكن عمل بيها تطبيقات كتير بالذكاء الاصطناعي على الكمبيوتر أو الويب أول شيء أضغط على السهم ده وبعدين أختار Change تايم تايب وأتأكد أن أنا مختار اختيار GPU ثم بعد ذلك أبتدي أن أنا أدوس هنا علشان أشغل أول خطوة وهي خطوة التثبيت والخطوة دي بتحتاج من 3 ل 4 دقايق علشان تنتهي ولما الخطوة الأولى بتنتهي بيكون عليها علامة صح بالأخضر كده معناها أن هي انتهت بتنقل على الخطوة الثانية بعمل نفس الكلام بضغط على زرار التشغيل ودي ايضا بتحتاج حوالي 3 دقايق علشان تخلص وفي الخطوه الثالثه لو طلع لك خطا زي ده مفيش فيه اي مشكله المهم ان هي تنتهي وتظهر لك علامه الصح اللي احنا شايفينها دي الخطوه الثالثه خطوه التشغيل بعمل نفس الكلام بدوس على زرار التشغيل ده ودي ما بتاخدش وقت والمفروض ان هي بتفضل شغاله على طول ما بتقفش طول ما انا بستخدم البرنامج هعرف ان هي انتهت لما يطلع لي العنوان ده جريدو لايف مكتوب جنبه راننج اون الهاب <applause> ال عليه هتظهر لي الاداه في نافذه جديده بهذا الشكل واللي هنشرحها دلوقتي حالا بالتفصيل وجزئيه شرح الاداه مهمه جدا لان انا هقول لك على افضل اعدادات ممكن تستخدمها علشان ما تاخدش منك وقت في زمن المعالجه الاداه مقسمه الى عده اقسام اول شيء عندي حاجه اسمها تارجت فايلز اول تارجت وده بيكون فيه الفيديو او الصوره اللي انا عايز اغير فيها الوجه وعندي حاجه ثانيه اسمها سورس فايلز وده بيكون في الوجوه الجديدة اللي أنا عايز أغيرها في الفيديو اللي أنا هستخدمه هنا ودي نافذة العرض الأساسية ودي كل إعدادات الأداة وتحت خالص هنا بيظهر عندي الفيديو النهائي أول حاجة هنجرب إن إحنا نغير الوجه في الصور والأداة بتمتاز إن هي ممكن تغير أكثر من وجه في صورة واحدة أو فيديو واحد في مرة واحدة هنشوف دلوقتي إزاي هنضغط هنا علشان نختار الصور بتاعتنا نفترض مثلا إن هما الصورتين دول دي صورة لمارك زوكربيرج رئيس شركة ميتا ودي صورة لإيلون ماسك رئيس شركة تسلا هختار الصورتين وأوبن ولازم هنا أنتظر لحد ما يتم رفع الصور زي ما احنا شايفين ويتم التعرف على الوجوه اللي في الصور هضغط هنا علشان أختار الصورة اللي أنا عايز أغير فيها الوجوه للوجوه دي نفترض مثلا إن هي الصورة دي ثم أوبن وأول لما بيتم رفع الصورة بتبان عندي هنا اللي جاي ده بقى مهم جدا هضغط على يوز فيسز from this frame. اختيار وجوه من هذه اللقطة ثم هنزل تحت هلاقي ان هو اتعرف على الوجهين اللي في الصورة هختار اول وجه منهم واضغط على الزرار ده use selected face لو طلعت فوق هلاقي ظهر عندي بالشكل ده هختار الوجه التاني واكرر نفس العملية use selected face هنجد ان هو ظهر عندي فوق في خانة target faces يبقى النهاية ان انا هغير الوجه ده بالوجه ده والوجه التاني ده بوجه ايلون ماسك لحد دلوقتي مفيش حاجات غيرت لو انا عايز اشوف عرض مبدئي لشكل الصورة هضغط على الزرار ده فيس سوايب فريمز هنجد ان الوجهين تم تغييرهم بمنتهى الاحترافية كما هو واضح امامنا في حاجات بقى هشرحها دلوقتي دي بتفرق في الجودة زي ايه لو نزلنا تحت عندي اختيار سيلكت بوست بروسيسنج او تحسين جودة الوجه الاختيار الاول بتاع كود فورمر ده جودة عالية لكن بياخد وقت طويل افضل اختيار فيهم من حيث الوقت والجودة هو الاختيار ده فهنختاره ايضا عندي الاختيار ده اللي هو image blend ريشيو وده مقدار الدمج ما بين الوجهين الوجه الجديد والوجه القديم تاني حاجة الاختيار ده وده بيحدد لي جودة التبديل او التغيير طبعاً رقم الأقل جودة أقل وقت أقل رقم الأكبر هو أعلى جودة فيهم دي درجة تطابق الوجه ما تلعبش فيها بقيت الاختيارات التانية هنسيبها زي ما هي خلصت تظبيط كل اعداداتي هضغط على ستارت علشان يبتدي يعمل تغيير الوجوه في الصورة وطبعا يفضل انك تفتح نافذة جوجل كولاب الاصلية علشان تراجع هو خلص قد ايه في التغيير في النهاية خالص بيكتب لي وهنا بيظهر لي كلمة فينيشت بنزل تحت خالص بتظهر لي الصورة الاصلية لو عايز احفظها على الجهاز بضغط على الزرار ده بتاع داونلود ده شكل الصوره بالحجم الطبيعي ودي فقط 17% فلكم ان تتخيلوا مقدار الجوده ده فقط تكبير لحد 60% فطبعا جودة رائعة جدا في أداة روب لتغيير الصور أو تغيير الوجوه في الصور بالذكاء الاصطناعي، قبل ما أدخل على جزئية تبديل الصور في الفيديو حابب أتكلم عن ميزة فيس مانجمنت ودي عن طريقها بتقدر إنك تدخل الأداة أكثر من صورة بأكثر من وجه أو أكثر من وضع للشخصية وهو يحفظهم في وجه واحد، لو نزلنا تحت نضغط على انبوت فايلز ثم اختيار أكثر من صورة لوجه الشخصية ثم أوبن هتظهر عندي كل الوجوه بهذا الشكل ودي شخصية حزلؤوم طبعا بعد ذلك بضغط على الزرار ده كرييت ابديت فيس سيت فايل بيظهر لي الملف ده بعمل له داونلود الملف ده مش بيكون صوره هو عباره عن اكتر من صوره لنفس الشخصيه في اكتر من وضع فبالتالي بيساعد على ان التحويل للشخصيه يبقى ادق فممكن استخدم هذا الملف الناتج عندي في جزئيه السورس فايلز بهذا الشكل مثلا لو اخترته فهيظهر لي وجه الشخصيه هنا طبعا الميزه دي اقدر استخدمها في الفيديو أو في الصور أيضا أداة روب ممكن عن طريقها تغيير أو تبديل الوجه في الفيديو وفي الجزء ده من الفيديو هعلمك إزاي تعمل تبديل للوجه زي المثال اللي شفتوه في بداية الفيديو أول حاجة من هنا هختار الصور اللي أنا عايز أغيرها في الفيديو هضغط هنا واختار الصور بتاعتي أنا رقمت الصور عشان تبقى سهلة طبعا بطل الفيديو بتاعنا هو شخصية حزل أوم ثم أوبن فبالتالي هو اتعرف على الصور بنفس الترتيب اللي انا اخترته بيه ثم من هنا هختار الفيديو الاساسي وليكن مثلا مثال من فيلم ماتريكس الشهير فاصبح هنا الفيديو جاهز عندي في نافذه العرض الاختيار ده طبعا خاص بالفيديو اللي هو فيديو اف بي اس او فيديو فريم بير سكند لو سبته صفر هيستخدم نفس سرعه الفريمات في الفيديو الاساسي ممكن تغيرها حسب انت عايز تغير عدد الفريمات في الثانيه قد ايه الميزه كمان في اداه روب ان انا ممكن اختار جزء من الفيديو بدون اللي إلى برامج مونتاج يعني مثلاً أنا عايز الفيديو يبدأ من الجزء ده واضغط على set as a start. يعني دي البداية وبعدين ينتهي في الجزء ده واضغط على set as انت يعني دي النهايه فهو هنا كتب لك ان هو هيشتغل على رينج الفريمات اللي مكتوب قدامك ده ثم بعد كده بنزل تحت وبختار اختيار بوست بروسيسنج او تحسين الجوده وقلنا ان الاختيار ده بيفرق كتير جدا في سرعه المعالجه لو انا سايبه من غير خالص يعني مش هعمل تحسين للجوده زمن معالجه الفيديو هيبقى اقل بكتير لو اخترت مثلا الاختيار الاولاني ده هيبقى اكتر ممكن يوصل الضعف انا هختار الاختيار ده طبعا كل اختيار من دول بيدينا نتيجه مختلفه الاختيار ده بيحدد نسبه دمج الوش الاصلي مع الوش المحسن فاحنا هنختار حاجه وسط 75 مثلا وفي اختيار سباسيفاي فيس سلكشن فور سوابينج هختار سلكتد فيس اختيار ماكس فيس سيميلاريتي ده بيحدد مدى تطابق الوجه فلو عندك زوايا في الفيلم بتاعك طالع فيها الشخصيه بالجنب يفضل تزود القيمه شويه نخليها مثلا 85 كده انا ظبطت اعداداتي فاضل ان انا اختار الوشوش فأنا عندي دي أول شخصية في الفيديو بتاعي اللي هي شخصية حزلقوم هحاول في نافذة العرض ان انا اختار الفريم اللي انا عايز ابدله بيه، هختار مثلا اللقطه دي ثم اضغط على يوز فيس فروم ذيس فريم، هيظهر عندي الوجه في تارجت فيزز بهذا الشكل، هتاكد ان انا مختار فيس سواب فريمز عشان افعل البريفيو، فبالتالي شخصيه البطل الوجه فيها تغير للوجه الاولاني، يعني الوجه ده اصبح تغير للوجه ده، بكمل نفس هذه العمليه في الاوجه اللي في الفيديو، فهختار مثلا الوجه ده يوز فيس from this frame فبالتالي اصبح ظاهر عندي بهذا الشكل ممكن اضغط على ريفرش علشان اشوف الوجه بعد التغيير فاضل عندي الشخصيتين دول فلو ضغطت على نفس الزرار موضوع بقى هنا هيختلف لان انا عندي ثلاث وجوه مختلفه في نفس اللقطه فبيديني حق الاختيار ما بين الثلاثه فانا مثلا هختار ده واقول له يوز سيلكتد اصبح عندي ظاهر فوق وبعدين اختار الشخصيه الثانية واقول له فيس اصبح عندي ايضا متاح فوق ممكن بقى نضغط على ريفرش علشان نشوف الوشوش التلاته بعد تعديلها وكما هو واضح الوجهين تم تعديلهم وبكده انا قدرت ان انا اغير الوجوه في الفيديو لاكتر من وجه في نفس الوقت ودي ميزه رائعه جدا في هذه الاداه. اخر حاجه قبل ما ابدا المعالجه اختيار سب سامبل اب سكيل 2 ده بيزود زمن المعالجه جدا فلو اخترت 128 جوده اقل لكن وقت اكتر، 512 طبعا جوده اعلى بوقت اعلى طبعا. خلصت كل شيء هضغط على ستارت. طبعا زمن المعالجه في الفيديو غير الصور بياخد وقت طويل. فيفضل انك تركز جدا في الاعدادات اللي انا قلت ان هي بتاخد وقت طويل وتحاول انك تتجنبها وتجرب الاول في فيديو 30 ثانيه وتشوف الاعدادات المناسبه ليك وتزودها بالتدريج ودايما تفتح نافذه جوجل كولاب الاساسيه علشان تتابع هو في انهي فريم او انهي لقطه وفاضل له قد ايه يعني هنا هو كاتب خلص 5% وهو في الفريم رقم 42 من حوالي 800 فريم وبعد ما بيخلص بتظهر لك كلمه finished في نافذه جوجل كولاب او في النافذه الاساسيه لاداه روب طبعا عشان تحفظ الفيديو على جهازك بتضغط على الزرار ده والاعدادات اللي انتم شايفينها دي هي افضل اعدادات اعطتني جوده عاليه وايضا كان فيها اهتزاز اقل في الصوره علشان تعمل فيديوهات بزمن اكبر دقيقتين او ثلاثه لازم تقلل الاعداد ده ل 128 علشان تقدر تعمل كده والا زمن الفيديو هياخد وقت طويل جدا تعالوا كده نشوف مثال للفيديو النهائي مع بعض طبعا من الممكن عن طريق مونتاج واستخدام اداه زي اداه هيدرا اللي شرحناها قبل كده في القناه تخلي الشخصيه بتاعتك تتكلم كلام تاني زي المثال اللي انتم شفتوه في اول الفيديو لو عايز تعرف تفاصيل اكتر عن اداه هيدرا ممكن تتفرجوا على الفيديو اللي ظهر قدامكم على الشاشه بكده نكون ان انتهينا من الفيديو النهارده اتمنى ان انتم تكونوا استفدتم من الفيديو لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير لان دعمكم بيساعدني على الاستمرار في تطوير المحتوى للافضل واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله